هطول الأمطار الغزيرة يخلق أجواء من السعادة، لكن ليس هنا ولا هذه المرة. كان يجب على هؤلاء أن يكونوا سعداء، لكنهم لم يجدوا وقتا لذلك، فعليهم الإسراع لإنقاذ ما يمكنهم إنقاذه. ففي منطقة غيل عمر بمديرية الشمايتين غربي تعز، الأمطار تسببت بكارثة إنسانية طبيعية. انهارت المنازل على رؤوس ساكنيها بسبب الانهيارات الصخرية الناتجة عن السيول والفيضانات. ليهرع الناس إلى تلك المنازل للمساهمة في عملية الإنقاذ، ففي هذا الوقت لا وجود لدولة تقوم بهذه العملية. الحمد لله على كل حال، من الله علينا بأمطار غزيرة. وعندما حدثت الأمطار الساعة 3:30 12 طاحت علينا صخور ودهمت البيوت. يجد السكان أنفسهم وحيدين في هذه المهمة، يعملون بجهد وجد لإنقاذ العالقين تحت ركام المنازل المحطمة. أما عملية الإغاثة فهي معدومة حتى اليوم بعد مرور عدة أيام على الحادثة الفاجعة، رغم مناشدات المواطنين إغاثة منطقتهم باعتبارها منطقة منكوبة. يوحد جميع هنا جهودهم للإغاثة، يفشلون في الإنقاذ رغم محاولاتهم. الحصيلة كانت وفاة 18 شخصا لمعظمهم نساء وأطفال جراء التدمير الكلي لستة منازل وأضرار جزئية في منازل أخرى. يتناوب الموت إذن على سكان تعز، فالأماكن البعيدة عن الحرب تصلها الكوارث الطبيعية كما هو الحال هنا، فهي بعيدة أيضا عن معاناة المواطنين هنا رغم النداءات العاجلة لإغاثة المنطقة المنكوبة. فلا حكومة لمن ينادي أو يستغيث.